بوس شلبي خطفت زوج أعز أصدقائها وحرمت ولاده منه. خلينا نشوف انتقام أولاده كان ايه بعد وفاته. بوس شلبي اللي بتتصور مع الفنانين ومصاحبهم كلهم، محدش عارف منهم هي وصلت للناس دي كلها ازاي، ولا كانت حياتها عاملة ازاي قبل ما تتجوز محمود عبد العزيز. ناس كتيرة ما تعرفش ان بوس شلبي كانت الزوجة التانية للفنان محمود عبد العزيز، اللي دخلت بيته وخطفته من مراته وعياله، وخلت الرجل الكمل اللي الناس كلها بتحلف بيه عليه علامات استفهام كبيرة قوي لحد النهاردة. الفنان محمود عبد العزيز اتجوز لأول مرة من حبيبته جيجي اللي خلفت له محمد وكريم، وعاشوا سوا حوالي 20 سنة، وكانت بوسي صاحبة مراته وبتدخل بيتهم وموجودة في حياتهم كلها. وفجأة دخلت المشاكل بين محمود عبد العزيز ومراته، وعلى طول اتطور الموضوع ووصل للانفصال، ورفعت أم الأولاد قضية على الفنان المشهور علشان النفقة والمؤخر، وبعدها على طول اتجوز بوسي شلبي، والناس كلها قالت إنها خدته من بيته ومراته وعياله. ولاد محمود عبد العزيز على قد حبهم لوالدهم الراحل وقربهم منه، إلا إن خطوة جوازه من بوسي شلبي ما كانوش قادرين يتخطوها أبدا، وفضلوا قريبين منه بس بيتعاملوا معاها بحدود جدا علشان كانوا بيخافوا على زعله. لكن بعد وفاة محمود عبد العزيز، كريم ومحمد ما بقوش قادرين يستحملوها اكتر من كده، ولانه كان عارف ان ده هيحصل كتب لها شقة كبيرة في مصر الجديدة وحط لها فلوس في البنك وامن ليها مستقبلها، يعني بعيد عن ولاده وعن ورثهم. كريم محمود عبد العزيز من فترة طلع ونفى انهم طردوها من بيتها وان العلاقة بينهم مش حلوة وانهم محافظين على ذكرى والدهم، بس الحقيقة غير كده. الناس كلها عارفة انهم ولا بيكلموا بوسي ولا بيظهروا معاها في اي مكان، ومن ساعة ما رحل الفنان محمود عبد العزيز وهي في عزلة عنهم تماما. علشان كده بوسي شلبي فيه تضامن كبير من الوسط الفني معاها. الناس كلها شايفة انها بقت وحيدة بعد رحيل محمود عبد العزيز، كانت مذيعة لسه طالعة جديد ولسه بتجرب حظها، ومسكت في الشغلانة اكتر بعد رحيله علشان يبقى لها مصدر دخل وفي نفس الوقت تلاقي حاجة تعملها. بوسي شلبي لحد النهاردة بتتوصف بانها الحرباية اللي اخدت محمود عبد العزيز من بيته ومن اولاده، ومهما عملت هي مش قادرة تنفي عنها الصفة دي، رغم ان ده ممكن يكون مش هو الحقيقة كلها، ورغم انها عايشة وحيدة لحد دلوقتي من بعده وما اتجوزتش حد تاني، ولسه لحد النهاردة عايشة على ذكراه، الا ان الجمهور والتاريخ ما بينسوش حاجة زي كده ولا بيسامحوا. مستنيين آرائكم وتعليقاتكم، ودايما انتظروا مننا آخر خبر.